من الفوائد أن الموت حق، ولذلك أتى الموت يعقوب ومن قبله أتى آباءه، بل أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنك ميت وإنهم ميتون، أفإن مت فهم الخالدون. وهذا إن دل يدل على وجوب تذكر المسلم للموت. ولذا ثبت عند الترمذي قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أكثروا من ذكر هادم اللذات، بالدال، وضبط بالذال، هادم اللذات. ولم يقل عليه الصلاة والسلام تذكروا الموت، وإنما قال أكثروا.